معي انا استلم الناس اللي تعتبر عليا محالي كثير كان رزقت ترفق فيه الله ويحرموا عليا ما الويد الله يرحمه توفق لنا الرزيق خلونا الطش الفريه ديال الكرا ديال تاع 25 مقطعه وكنقول هاد الناس هادو الله ياخذهم حق وانا تعدوا عليا ضربوني والناس الزخه كامله شاهده ضربني واحد السيد هنا ساكن في العماره بوليسي ومراه وذاك ولد الدايريه حتى هو وتعدوا عليا انا جاي من البحر ما داير والو جيت انا غير نشوف شنو كاين جاي ضربوني المحل ديالي بصح غياخذوا ليا رصيد غيحلوه قال لي صافي ما تبقاش تزاولي ديال شي ناشر سيري بحالاتك شو الكرياج كيف تحكي علينا زاد جاب عصابه معاه وداروا نخلع هنايا عندنا المحل ديالنا شنو هاد السيد شنو اللي قلت انا راه كنعرف الناس وكنعرف البوليس وكل شيء قال لي من قال لك ديري جهدك انا غادي نسدك المحل غنسدك وديك الشيء فعلا ما خليت مشيت للاداره مشيت للبوليس مشيت ما خليت فين جهدي فين درتو ولكن السيد ما بغاش يكذب انا حرموا لي رزقي حرموا لي هذه معناتها امي امراه عندي 80 عام 44 ذاك رزق هو باش نعيشوا وما عندهاش باش يعيشوا انا ما خدامش لازم ندير بانيه سيرفاي في القهوه باش نعيش انا يا سيدي المحل هو شنو ضايع سيدي ضايع اربعه علاش يشدوا ضدنا؟ حنا شنو داير المحل شعبي الناس كاع كلشي كيشوف الناس شعبيه اما جينا كاملين سولهم جينا كاملين عارفين باننا سيدي مات دونك دير ازعاج لا والو على باب نقسموه تقسموه ماشي مشكل راه كله بغى هذا المحل هذا بغى هذا المحل هذا علاش يهبلنا هذه الحاله؟ علاش يسولنا في السمعه ديالنا؟ ولينا دازين في العكاري ما كاينش اللي ما يعرفش شنو كان ديرو يقولنا في الصالون ديالكم صالون الطعاره اسم ديال البوليس سمير بودر ومرتو بوتينه اليداري وهذيك واحد الجزائريه فوق منها هي اصلا كانت هي سبب الصداع ديالنا كاملين عندها واحد بنت في القصر وعندها بنت صحافيه فوق ما كنجي للمحل ديالي كنحلو كتهضر صوافيه وكتقطع عليا وبوتينه كتقول لي والله تنقتلك ما عنديش شهود الحومه كتقول لي والله تنقتلك الا ما مشيتش بحالك والله تنقتلك علاش هادشي علاش؟ عندك الرخصه عندها الرخصه عندي الاصل التجاري عندها الرخصه عندها علاش يدير لي هاد الحاله هذه؟ الرخصه فين هي دابا الان؟ رخصه سحبالي رئيس الجماعه ديال رئيس الرافي علاش يسحبها لي انا اصلا تعطات لي الرخصه ديالي خصني نزاول المهنه ديالي حبتك على 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 اساس حكم قضائي او بدون حكم قضائي هكا بدون حكم قضائي ما عرفتش هي ما عطوني لا مهله شهر ضربوا عليا جباشه سنين سبع سنين وانا شكايتي شهر دارت عليا هاد السيد كيعرف الناس كان قال لي شوف من الباشا والفوق كلشي ديالي قال لي كلشي غير فلوس علاش درنا هاد الحاله هادي علاش حنا نموتوا بالجوع باش يوقع اخر عفاتهم يلا الله يرضي عليكم لقاونا شي حل هاد السيد راه خصو يتعنى خصو يطبع هاد السيد هذا علاش يدير لنا بحال هكا؟ من كتجري الكره ديالك؟ انا جري الجلاله الملك الملك والجميع اللي تيجيو يسمعوا هذا يعاونونا يفيدونا ولا يخفوا معنا ولا بزاف علينا لان بزاف انا دعاهم الله سبحانه وتعالى ياخذهم الحق انا راه ما رايتي ما عندي لا اخت لا والو عندي ديك الوريده مريضه الدواء خصها هذه خصها هذه فكره باش نعيش شوم عليهم الله يلعنها جلاله الملك الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا اللي غادي يوقف معنا اما كيعرفوا حنا كنمشيو لشي بلاصه كيعجلوا لنا البلاصه ديالنا كيعجلوا لنا مره ولكن هو داكشي كيتوني ضدنا دغيا ضربوا علينا دغيا خصو تدخلوا لنا الدوسي ديالنا دغيا يعني وبغينا غير نعرفوا شنو هاد السيد واش واقف معاه شي حد واش واحد النخله هذيك واحد النخله هي واحد شوف انت شوف السيد دار لي النخله ها الباب ديال المحل ديالك اللي كتقول واحد الديله هذيك شتي هو هذا كان كتقول لي انا في البلاد ديالي سدوه ليا وهذا كيحلوا لجهه العماره وداروا لي الخلعه انت شفت هذا بعد هذا الكرياج غير قانوني غير قانوني هما دافعوا اصلا لهم قال لك الناس كيعرفوا الناس انت ديال الجامع حيدهم غتجينو بشو غتحيد قانونيا اه وهذا شوف النخله اللي اون في المحل ديالي يعني باش كيدخلوا لي الكريان شدوا عليا وهذا رزقي هذا المحل هذا انت طلبتك منه انا وامي بغينا نعرفوا هاد الناس هذا علاش كيديروا هاد الحاله هادي علاش واش ما كاينش دولة حق قانون دولة حق قانون ياك دولة حق قانون فين فين الحق هذا سيدي ما خدامش في الوضع صافي علاش عاش الملك عاش الملك لا نهار الاول علاش ما يقولوش يعترضوا نهار الاول ما فتش رساله السيد الوزير هذا مفلت لجميع الجهات مفلت الوزاره الداخليه الوزير العدل الوالي كل شيء تفتش الشكايه كاين شي رد والو ما كاينش نهار انا اصلا الشكايه ديالي قبل منه شوف كنكتب غير النمره ديال المحل ديالي الوداعي فراش فراش نعسى بالطاعون بالطاعون انا نعسى وكيمسحوا شوف هانتا شوف هانتا كيمسحوا فين ما جيت جا هنا كيوقف عليا البوليس هنايا بدا كيعرف فيو كيفاش فيا تعدى عليا ضربني تدريس قدار لا سمير قدار سمير قدار اه وتهجم عليا وضربني انا وضرب المنتدى